مساء الخير مشاهدينا، وتحية مميزة لكل من انضم إلينا الآن عبر روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا مواضيع منوعة في حلقتنا لليوم، ومنها موضوع جدا شيق عن طاقة المكان ومدى تأثيرها على المزاج والصحة. ولكن في البداية أمسي على زميلاتي في الرياض وجدة. مساء الخير خلود. سعد مساكي ومساء كل من تابعنا عبر هذه الشاشة، شاشة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. اليوم من جدة حنتعرف على شابة سعودية ابتكرت شخصية دانتيلا. يا ترى مين هي دانتيلا؟ هذا اللي حنعرفه من خلال حلقتنا لهذا اليوم. لكن أذهب الآن لزميلتي رنيم وأمسي عليها. سعد مساكي يا رنيم. يسعد مساكي يا خلود ومساء مشاهدينا الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. بالنسبة لنا من الرياض بيكون لنا اليوم لقاء مع الكاتبة طفول العقبي اللي بتحدثنا عن آخر إصداراتها، هذا إضافة طبعا إلى العديد من الفقرات والمحطات المتنوعة دائما في سيدتي. اسمحوا لي الآن مشاهدينا أرجع إلى أبو ظبي أمسي على فرح والجميع بالخير، ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير يا فرح. مساء الأنوار رنيم، شكرا لك. طبعا قبل أن نبدأ مشاهدينا نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة. طبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الآن فجولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدة اليوم، شابة سعودية تبتكر دمى على غرار شخصيات ديزني. طاقة المكان ومدى تأثيرها على مزاجك وحالتك الصحية. موهبة سعودية واعدة بدأت بالأعمدة الصحفية إلى تأليف الكتب. روتانا تهدد أيمن زبيب بالسجن وهو يرد. طالبات جامعة الملك سعود يقدمن بحثا كاملا عن الابتعاث. مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز مواضيع موقع سيدتي دوت نت. هذه كانت أبرز عناوين فقرات سيدتي لليوم، ونتابع مع أبرز الأخبار تطلعنا عليها زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. شكرا لك يا فرح، وفعليا بنبدأ جولة مع أهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية. الخبر الأول مشاهدينا بعنوان توحيد أحكام قضايا الأحداث. في التفاصيل، وضعت المحكمة العليا حدا للاجتهادات في القضايا الخاصة بالأحداث، وذلك بإصدارها قرارين ملزمين تم تعميمهما على جميع المحاكم. وقررت المحكمة العليا في قراريها أن متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاما فتوقع عليه، ومتى كانت تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد فللقاضي زيادتها لظروف مشددة، وإن كان الحدث غير مكلف فيعزره القاضي بما لا يزيد عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما. يذكر أن قرار المحكمة جاء إثر تلقيها توجيها بدراسة توحيد الأحكام التي تصدر بحق الأحداث. الخبر الثاني مشاهدينا بعنوان بحافلة مدرسية الفيصل يتفقد المرافق التعليمية. في التفاصيل، أعلن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بإنشاء 15 مركز مساندة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق المملكة. وجاء حديث الفيصل عقب افتتاحه مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وذلك خلال جولة تفقدية استقل من خلالها حافلة مدرسية ودشن خلالها وحدة قياس السمع، كما اطلع على خدمات المركز وعلى أركانه. هذا خبرنا الثاني. أما الخبر الثالث فهو بعنوان 30 سيدة تتدرب على إعداد المبادرات المجتمعية. في التفاصيل، يعتزم صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة إطلاق برنامج متخصص في كيفية إطلاق المبادرات المجتمعية وكيفية إعدادها وتعميم فائدتها من خلال طرح محاور متنوعة على أكثر من 30 مستفيدة من البرنامج. ويهدف البرنامج إلى تحسين الصورة النمطية في الأعمال، سواء كانت الأعمال التطوعية أو الاجتماعية. والآن إلى الخبر الرابع وهو بعنوان 81% يؤيدون عمل المرأة من منزلها. في تفاصيل الخبر، كشفت دراسة نفذها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة أن الرجال أكثر حماسا لتأنيث وتوطين المحلات مقارنة بالنساء، في ظل وجود غالبية من أفراد المجتمع يؤيدون التأنيث لبعض المحلات التجارية التي تعرض السلع الخاصة بالمرأة.
وعن المجالات المهنية التي يؤيد المجتمع آليات عمل المرأة فيها، أوضحت الدراسة أن العمل من المنزل نال نسبة عالية بلغت 81% والأعمال الإدارية 77% وإعداد الطعام في مطابخ المطاعم 57% والعمل في المتنزهات الترفيهية 56%. كما أكدت الدراسة وجود انقسام في الرأي على شراء الرجل للمنتجات من بائعات النساء، إذ بلغت النسبة المؤيدة 44% وغير المؤيدة 42%، بينما التزم 14% جانب الحياد، وذلك بحسب صحيفة عكاظة. إلى الخبر الأخير مشاهدينا نقرأه لكم، وهو خبر مشاهدينا جاء تعقيبا على خبر قدمناه يوم أمس وذكرنا فيه إعفاء السعوديين من المخالفات المرورية، لكن الخبر لم يكن صحيحا، حيث قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، قال إن الغاية من إنشاء الطرق هو لاستخدام المركبات وليس للقيام بالممارسات الخاطئة، مؤكدا أن للطرق حرمة ولا يسمح لأي شخص بانتهاكها. وأكد اللواء المزينة عدم صحة أنباء صحفية تحدثت عن استثناء زوار دول مجلس التعاون الخليجي من المخالفات المرورية غير المقصودة، وأوضح أن الشخص الذي أدلى بها لإحدى الصحف السعودية غير مخول بالتصريح بشؤون شرطية ومرورية تخص أمارة دبي. إذا مشاهدينا فعليا يعني أحيانا تحصل مخالفات، لكن ممكن أن تكون بسيطة، ممكن يكون هناك نوع من التفاهم من قبل رجال الشرطة، لكن في النهاية القانون قانون والقواعد المرورية في أي مكان في الأرض تطبق على الجميع وليس فقط على أبناء البلد. إذا مشاهدينا هذه كانت جولة سريعة طبعا في صحف السعودية، لكن طبعا مستمرين بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، شابة سعودية تبتكر دمى على غرار شخصيات ديزني.